والله لو مسكته للم هدومي وامشي. اعتقد مفيش ام ما قالتش الجمله دي مع عيالها، خصوصا لما بتوصل لمراحل مزريه وصعبه او في مرحله المراهقه، بتبقى الام بتبدا تهدد انها هتلم عيالها، هتلم شنطه هدومها وتسيب لهم البيت وتمشي. وتفضلوا بقى انتوا وتفضلوا انتوا بقى مع بعض تتخانقوا مع بعض، تضربوا بعض، تعملوا اللي تعملوه. ولكن بنتفاجئ دلوقتي في بعض البيوت ان العيال هي اللي بتهدد ان انا هسيب لكم البيت وامشي لو ما عملتوش اللي انا عايزه، او انها فعلا بتعمل كده، بتلم شنطه هدومها وتروح عند خالتها، عند عمتها، عند صاحبتها، وتسيب البيت وتمشي. يا ترى الطفل اللي بيعمل كده هل هو مجرد تقليد لكلمه ماما قالتها في ساعه غضب، ولا الموضوع ممكن يكون ابعاده اكبر من كده؟ وايه اللي يخلي طفل صغير يفكر انه يهرب من بيته اللي هو بيعتبره مصدر الامان والثقه ومصدر الدعم والسعاده بالنسبه له؟ الحقيقه الموضوع ده مهم جدا، محتاجين ان احنا ننتبه ليه ونركز فيه مع اولادنا، سواء كان الطفل بيهدد بكده او الطفل فعلا ممكن يقبل على كده. ازاي نقدر نعالجه بشكل صحيح؟ ده اللي هنشوفه مع ضيفتنا المشرفانه في الاستوديو، الاستاذه عزه ابراهيم، اخصائي النفسي والتربوي. اهلا بيكي معانا. يا مرحبا. اهلا بيكي. زي كنت متعوده اقول لكم صباح الخير، دلوقتي اقول لكم مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير والروايح اللي تجوع دي. من بره، باينه من بره. مساء الورد عليكي وعلى كل المشاهدين والمتابعين يا رب. الحقيقه استاذه عزه، موضوع الهروب من البيت ده للاطفال بالذات مقلق. يعني احنا بنسمع ده مثلا انه حصل في سن مراهقه، حصل في سن الشباب، بنت في الجامعه عملت كده مجرد لمشكله حصلت معاها، ولد عمل كده وراح بات بره يومين ورجع. لكن بالنسبه للاطفال ده بيبقى مقلق جدا وبيبقى مخيف جدا، وبتدوري وراه علشان لازم تعرفي ايه الاسباب. هل وصل انه يكون ظاهره هروب الاطفال من البيت ده بقى ظاهره، ولا لا ممكن نقول دي استثناءات بتحصل يعني بين كل اسره واسره كده حاجه بسيطه؟ لا، احنا نقول ان هي بدات تبقى ظاهره، لان مش كل الاطفال اللي موجودين اللي بنشوفهم في الشارع اطفال الشوارع، ظاهره اطفال الشوارع، مش كلهم اطفال مثلا ايتام او لقطاء او هربانين مثلا من دار ايتام او من مؤسسه عقابيه. لا، دول اطفال عندهم اخوات وعندهم اب وعندهم ام وعندهم بيت، لكن للاسف لظروف معينه اتعرضوا لها هربوا من البيت، فهي تعتبر ظاهره، تصنف ظاهره، تصنف كظاهره. طيب خلينا كده نشوف معاكي مع كل المشاهدين تقرير بيتكلم على اسباب هروب الطفل من المنزل. ايه اللي يخلي طفل صغير لسه حبيبي ممكن يكون عمره ما جابش ال 11 سنه ولا ال 10 سنين ويهرب من بيته او يهدد اهله بانه هيهرب من البيت؟ خلينا نشوف التقرير ونرجع نشوف معاكي ونفصل في الاسباب. اسباب هروب الاطفال من المنزل. هناك العديد من الاسباب وراء هروب الاطفال من المنزل، منها معاملة الوالدين لأطفالهما معاملة قاسية في أغلب الأحيان، الخلافات الأسرية بين الوالدين أو انفصال أحدهما عن الآخر، الضغط النفسي من العائلة وتهديد الطفل بالهروب أكثر من مرة، استخدام الطفل وسيلة الهروب من المنزل للضغط على الوالدين لتحقيق مطالبه، شعور الطفل بأنه بحاجة إلى الاستقلال والحرية وبأنه شخص مسؤول، الشعور بالغيرة من الطفل الأصغر منه مما يشعر الطفل بالتفرقة في التعامل، إهمال الطفل وعدم الاهتمام بمطالبه بالإضافة إلى عدم الاستجابة له. شفنا الأسباب اللي ذكرها التقرير بشكل عام، منها مثلا القسوة الزايدة في المعاملة، وانت كنت لسه بتتكلمي كمان انه ممكن يكون الدلال الزايد كمان سبب من الأسباب. خلينا نتكلم على السببين دول ونفسر شوية في ايه اللي يخلي طفل حبيبي دماغه المفروض كلها براءة ولعب واخر همه وعايز يجيب مش عارفة شيبسي من تحت كل شوية او حلويات او يتفرج على الكرتون، يفكر في انه يسيب بيته ويهرب بره. طب في نقطة بس عايزة أشير إليها، إن في بعض الأمهات بيبقوا بيلاحظوا إن أبنائهم في أعمار صغيرة 5 سنين 7 سنين عايزين يفتحوا الباب ويهربوا. الأطفال دول ممكن يكونوا بيعانوا من مشكلة توحد وهم مش عارفين، أو عندهم طيف توحد. أو بتبقى حاسة إن الولد عنده مشكلة بس رافضة إن هي تعترف بهذه المشكلة. طفل اكتر الاطفال اللي في السن الصغير وبيحاولوا ان هم يهربوا البيت الاطفال اللي عندهم التوحد، لان هم بيبقوا معتادين مثلا على روتين معين، عايز ينزل علشان يشتري حاجه، او والدته بتاخده في الوقت ده كل يوم بيشتري حاجه، فالساعه البيولوجيه بتاعته ظبطت ان بيجي في الميعاد ده وهينزل، فبالتلقائي هو مش عايز يهرب، هو عايز ينزل. فدي مشكله ليها حلولها،
بس دي نقطه حبيت تشيري ليها في الاول من ضمن كتير جدا امهات دول الولد بيجري على الباب ومش قادر يعبر بالكلام، يعني عنده مثلا ممكن تاخر وبيفتح وعايز يهرب، هو مش عايز يهرب، هو النقطه دي بس متعود على كده. النقطه الثانيه بقى قسوه الاباء. الاطفال لما بيشوفوا الجو العام للبيت كله توتر، الاب بيتخانق مع الام، بيضرب الام، صوره الام وهي تتضرب قدام عينيه دي مش سهله ابدا، وطبعا بتفضل في الذاكره ما بتنسيش ابدا. القسوه بتكون نبعا من الضغوط، هو بالنسبه له بقى الضغوط، التدني، الحاله الاقتصاديه والحاله الماديه، قد يكون بيتعاطى المخدرات، قد يكون بيتعاطى الخمور، وممكن تكون الام برضو بتتعاطى مخدرات، فده بيعمل حاله من الضغط العصبي الشديد على الاطفال. فزياده عدد الاطفال في البيت وعدم احساسه ان انا ليا خصوصيه وانا عايز العب. اطفال بيخرجوا يعني ابائهم بيخرجوهم من المدرسه ويرموهم في سوق العمل، يشغلوهم زي ما حكينا مره زمان قبل كده، ويتعب ويشتغل عدد ساعات طويل جدا، وفي الاخر بيتاخد منه راتبه بالكامل وما بياخدش منه حتى جزء صغير يحس ان تعبه بدا يعني بيدفع عليه جزء يقدر ان هو حتى يشتري شيء بسيط يرضيه نفسيا ويهون عليه التعب برضه ويهون عليه التعب. فالطفل اللي بالنموذج ده بيقول انا اتعلمت الحرفه وهقدر اعتمد على نفسي، فيسيب المكان اللي كان بيشتغل فيه ويسيب البيت ويهرب تماما علشان ظنا منه ان هو هيقدر يبني حياته في مكان افضل بعيد عن الضرب وعن الضغوط النفسيه دي والقسوه الشديده. طبعا على الجانب الاخر الدلال الزائد، يعني في طفل كل شيء مجاب مهما كان، لدرجه في اباء ممكن ان هم يقترضوا اموال من اقاربهم مثلا او من اصدقائهم عشان يجيب له، هو ظنا منه ان هو بيوفر له كل احتياجاته. ده من دافع الحب، ولكن ده بيكون دلال زائد بيؤدي في النهايه برضو للهروب، ولكن بيكون على سبيل الضغط. انا هضغط عليه بالوسيله دي واهدده واشوف رد فعله الاول، هيهدده مره هيلاقي الاب بيخاف وبيظهر على فكره علامات التوتر والخوف والقلق على تعبيرات وشه ويجيب له اللي هو عايزه. المره بعدها هيضغط عليه برضو تاني، المره اللي بعدها هيهرب بجد نفس. طيب انت مره هيروح عند مثلا خالته او عمته او تيتا او يروح لحد قريب يقدر ارجعه، المره اللي بعدها هيروح عند صاحبه، المره الثالثه هيروح مش هيرجع، هيمشي في طريق صعب جدا لان عارفين الدلال الزائد فيما بعد بيؤدي لعواقب وخيمه. ربنا يبعد عن اولادنا يا رب يا رب، اي تصرف سيء ربنا يهديهم. طيب في حاله ان هو بدا يهدد، التصرف الصحيح مني بقى اعمل ايه؟ أقول له حسك عينك تفكر تفتح الباب وتخرج، ولا ليه حبيبي هتعمل فيا كده تحرق قلب ماما عليك، ولا جرب كده واعملها ويلا بالسلامة السكة اللي تودي ما تجيبش تاني وفي 60 سلامة خد الباب في إيدك، ولا هتصرف إزاي؟ خلونا بس نقول إن كل كلمة الطفل بيقولها حتى لو كانت تهديد لازم ناخدها على سبيل الجد، على محمل الجد. ما أقولش ده بيقول كلام في الهواء، في امهات كتير ده عيل صغير، ده عيل صغير وبيقول اي كلام. العيل الصغير ده بيتفرج على السوشيال ميديا زيك زيه، بيتفرج على الدراما زيك زيه، في الاول بيبقى فاكر ان خروج ان يفتح باب البيت ويطلع ده مجرد خروج، لكن بعد كده هيفهم يعني ايه هروب ويعني ايه ان انا اطلع وابقى حر ومفيش عندي قيود ولا حد يضربني ولا حد يزعق لي ولا حد يقول لي. في طفل يعني مش نفس الموقف بس حاجه يعني بتدل ان لازم ناخد كلام الاطفال بجد، قعد يقول لوالده ان قلبه انا قلبي وجعني، انا الحته دي بتوجعني، وهو رايح واخده رايح على المدرسه، باباه ما اخدش الموضوع بمحمل الجد، للاسف الولد راح المدرسه مات يا حبيبي. بنت ثانيه والله بس في احد الدول العربيه، قعد يقول له قلبي يعورني، والولد يقول له انت بتتدلع، انت بتتدلل ومش عايز تروح المدرسه. بنت تانية في مصر قالت لاهلها ان في حد، انا حاسه ان انا راجعه المدرسه حد بيراقبني، انا حاسه ان انا بتراقب. قعد يقول لها اطلعي بقى من الدور بتاع الافلام اللي بتتفرجي عليها دي، انت مش عايزه تروحي برده، والبنت اتخطفت. يعني ما ينفعش ان انا اخد ابدا هاون في الكلام بتاع ولد. الطفل لما بيقول كلمة مش بتبقى كده اعتباطا، يبقى ليها معنى، ولازم أنا أبحث على المعنى بتاع الكلمة دي. هو مجرد ما يهدد، معلش معذرة ولا حاجة من اللي انت عملتيها دي هتنفع، أصلا أنا لو قلت له يلا اختيار من دول نافع، السكة اللي تودي ما يحبب هيروح ماشي على قلبه هيمشي. طب ما استعطفوش، هتستعطف يبقى أنت في موقف ضعف.
طب ما انا دايما طب ما انا مش عايزاه يطلع من البيت ويسيبني. ما انت هتبقي نقطه ضعف بالنسبه له، هيشوف دون وهيبدا بقى يضغط عليكي من الحته دي. هيمارس عليكي كل الضغوط من النقطه اللي وجعتك، النقطه دي مسكني من ايدي اللي بتوجعني. ولو عملتيها بصيغه الامر بالذات في سن المراهقه، لو انت كل طلباتك منه او الحاجه اللي انت بتبقي عايزاه يعملها صيغتيها بالنسبه له بصيغه الامر، هيديك النتيجه العكسيه. من الموضوع مش بيجي ما بين يعني لحظه والتانيه، الموضوع تراكمي. انا علاقتي ايه بابني من وهو صغير؟ اصلا انا مش هستنى لغايه المرحله دي واقول هو ليه قال كده. انا لازم ابقى صاحبته. الواحد لما بيصاحب ابنائه ويديهم المجال، لازم اديله المجال واديله الحريه الكافيه انه يعبر على كل مشاعره، سواء كان غضب، سواء بالفرح صباح، سواء بالحزن، اي تعبير بيشعر بيه لازم اديله مطلق الحريه ان هو يعبر باي اسلوب. وبعدين انا اقوم، مش احنا عندنا تقويم السلوك؟ ليه عندنا تقويم السلوك؟ عشان في خلل واضطرابات نفسيه بتحصل للابناء، فانا لازم اكون صاحبته من البدايه، أقوم سلوكه من البداية، أحسن علاقته بأبوه بإخواته من البداية. لو لقيت فيه قصور أشوف مين أصحابه، أشوف مين اللي بيلعب معاه. مثلا لو إحنا في مكان شعبي في أطفال بيطلعوا على السلم بينزلوا في الشارع، وده خطأ طبعا، بس أنا بتكلم لما بيحصل أعرف هو بيتكلم عن مين، بينطق بيقول إيه، بدأ يكتسب ألفاظ إيه، النادي مين أصحابه في النادي. لازم الأصحاب يكونوا أنا على الأقل في الأعمار الصغير أكون عارفة أهاليهم، أهالي الأولاد اللي بيتعامل معهم في المدرسة. ما أغفلش أبدا اجتماعات أولياء الأمور، ما أقولش اجتماعه وخلاص ويعدي، لا لازم أبقى فاهمة. بتفرق وبتوريني إيه المشاكل اللي في الفصل، وبالتالي أخد بالي إن ابني ممكن يأثر عليه إزاي، يعمل سلوك من ده. هو الموضوع مش تراكم، مش وليد اللحظة، هو لا تراكم. طيب خلينا نستكمل معاكي ونشوف لو لا قدر الله حصل بقى الطفل هرب نعمل ايه ونتصرف ازاي. لكن معانا اتصال تليفوني، معانا مريم من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي علي صوتك بس شويه مريم. ممكن اسال الدكتوره سؤال؟ اتفضلي تحت امرك. دلوقتي انا بنتي عندها 15 سنه اهو، على طول تعبانه نفسيتي، يعني 24 ساعه قاعده بتتابع السوشيال ميديا وعلى طول الفرق الكوري والكلام ده كله. لو جيت اعترضت على الحاجات اللي هي بتتفرج عليها، بتتابع الفرق الكوريه بتقولي؟ الكوري ايوه يا فندم. مسلسل لسه طالع من كام شهر وجنن الناس كلها ده فعلا. فانا لو اعترضت على اللي هي بتعمله او قومي صلي او قومي ذاكري، انا زهقانه، انا هرمي نفسي من السابع، انا مش طايقه اعيش معاكي، انا بكرهك، انا وتتخانق مع اخواتها وتتخانق مع باباها. على طول عايزه تروح تقعد عند جدتها، مش عشان جدتها طبعا ما فيش رقابه هناك خالص. بالظبط، هتعمل اللي هي عايزاه. فجدتها طب يعني انتوا ما فيش بينكم اوقات كده يعني فيها ود بعيدا عن قومي صلي، قومي ذاكري، قومي اعملي حاجه مفيده في البيت؟ اوامر بعيدا عن اوامر. انا حاولت معاها كتير، بس هي على طول يعني هي رافضه او صدّة شويه. طب هي باباها مش موجود معاكي يعني يساعد معاكي شويه في الحوار معاها ولا فين؟ والله احنا غلبنا منها اصلا، يعني هي 24 سنه، احنا متخلفين، غلبنا منها، هي غلبنا. احنا على طول متخلفين وهي العقله. طيب هي يعني ليها اخوات تانيين؟ عندها اخوات. كم اخوات؟ هم صبيان وهي البنت الوحيده. هي كبيره ولا صغيره؟ هي ترتيبها ايه وسط اخواتها؟ انا لدرجه كبيره، انا زهقت منها، انا بجد انا حسيت ان انا بقيت اكرهها. هي الكبيره وسط اخواتها يا مريم؟ كبيره وسط اخواتها. بس بجد تعبتني نفسيتي والله، 24 ساعه بتفكر ربنا يصلح لها حالها، 24 ساعه ادخل عليها الاوضه، ادخل عليها الاوضه، التليفون حل يجي لكله للاسف. معندهاش اصحاب تقدري؟ فانا بمنع منها دلوقتي الموبايل، ده عقابي ليها ان انا بشيل منها التليفون. بتعمل ايه بقى لما بتعملي كده؟ بتجري تصلي الظهر مثلا في ثانيه عشان تجري تاخد التليفون. ايوه، تعملك اللي انت قلتي عليه. انت عايزه ايه؟ هقوم اعمله بسرعه عشان تديني التليفون. الفرق ما بينها وبين اخوها اللي بعدها قد ايه؟ طيب فرق العمر اللي بينها وبين اخوها اللي بعدها قد ايه يا ام مريم؟ سنه واحده. 14 سنه. طب اخوها كده ولا هي بس؟ لا خالص، هي بس اللي كده. انا حتى ان امي هي اللي دلعتها، هي اللي خلتها كده. انا بقول لك طيب خلاص تمام، ربنا يهديها ويهديها يا رب، وادعي لها، ادعي لها كتير. اتفضلي يا استاذه عزه. المشكله ان احنا دايما بنطلب الكمال والمثاليه من الطفل الاول.
خصوصا لما تكون بنت، دايما عايزاها تكون هي احسن حاجه، سند دراعي اليمين اللي بتوكل عليه. وفي حاجه انا ما اعرفش ده حصل ولا لا، بس لما هي تدخل المدرسه ممكن تبقى عمر صغير جدا، هتلاقيني بجبرها في الهوم ورك، هتلاقيني رغم ان هي صغيره لكن لا عايزاها تبقى مثاليه، تكتب وتتعلم كويس. وبعدين انا سالت ليه السؤال بتاع الفرق ما بينها وبين اخوها، ده جه خد منها اللي سحب منها البساط بقى، والفرق سنه، الفرق سنه يعني هي لسه هي اصلا لسه بيبي، تمام للحنان كامل، بدا يعني تبقى الام الحنان مشترك دلوقتي ما بينها وبين الطفل ده، في شافت الطفل هو في فتره الرضاعه والاهتمام بتاع تغيير البامبرز، حتى يعني في اطفال بعد ما بيعتمدوا على نفسهم في التواليت رجعوا تاني يشوفوا المشهد بتاع الام وهي بتغير للبيبي بترجع تعمل تواليت على نفسها تاني. ده فهي واضح ان من البدايه فقدت شيء من فقدت جزء كبير من الحنان والصحوبيه، فهي طيب تتصرف معاها ازاي؟ على فكره انا عايزه اقول لك موضوع التليفون ما بيعملوش حاجه مفيده في يومهم، وطول اليوم عايزين على السوشيال ميديا، كل الامهات بتشتكي الشكوى دي، اعملي لك حاجه مفيده صلي بتاع 15 سنه هي صغيره، 15 سنه يعني وصلنا لغايه لما وصلت 15 سنه يعني مسكته قد من امتى؟ وبعدين ان هي تتابع، انا والله موضوع البي تي اس دون بجد الواحد عايز يعملوا حلقه عليه، نعمل حلقه عنه قريب ان هم الفرقه دي. انا في بنت شفتها على السوشيال ميديا بتعيط وبتقول وبتستعطف الناس، انا منهم انا والله طلعت منهم، انتوا ليه شايفيني ومش الارض؟ شفت البوست ما كنتش فاهمه منه ولا كلمه لغايه لما بحثت. يا انا اصلا قعدت حابه اقول مين الارمي دول يا حبيبي، دي حاجه ضايعه منك يا ماما، الارميك يا حلوه قعدت ما ولا حد ما فهمت، عايزه افهم ايه مين الارمي ومين اللي مزعلينها والدموع دي كلها وهي كيوت قوي. وبعدين في الاخر طلع الفرقه الكوريه دي اصلا طبعا هم طلعوا بوزين، عندهم معتقدات وحشه جدا جدا وخاطئه جدا. بصي احنا هنبقى نتكلم عنهم في حلقه ثانيه، لكن انا هقول لها نجاوبها سريعا، حددت ان انا هرمي نفسي من الدور السابع. لا تصاحبها جدا، تصاحبها جدا على قد ما تقدر قوي. بس عايزين نبقى واقعيين ان في بعض الاشخاص او بعض الابناء لما بنوصل معاهم لدرجه انا ما بعرفش اتعامل معاه بيبقى محتاج تدخل من استشاري نفسي يعني او صحيح انها تاخدها وتروح بيها لحد، بس هي تجرب الاول تصاحبها وتخرج معاها وتحبها جدا. مش عيب ان انت في السن دون، حتى لو فقدتي الحنان، هي فقدت الحنان ده او الكونكشن الاتصال الجسدي ما بينك وبينها، احضنيها كتير، بوسيها كتير، حتى لو هتمثلي على نفسك ان انت بتعملي كده او انت متضايقه منها مش قادره تعملي كده، لان ده وارد وبيحصل. بالتعود هتلاقي نفسك فعلا انت بترتبطي بيها، وهي تبدا تحس ان انت تتغيري ناحيتها، لان معامله الصغيره اكيد مفتقده حاجه من مامتها مثلا، مفتقده الاب والام. عارفه لو كان في واحد منهم معوض الثاني ما كانتش قالت كده، كانت هتخاف على زعل اللي معوضها، او كان ده هيراضيها شويه ويرضيها يخلي المشاعر ترجع له على الاقل، لما تزعل من مامتها هترجع لباباها، لما تزعل من باباها هترجع لمامتها. هي كده بتبقى عنيده ودماغها صعبه كده، عشان كده بقول خاصة. طيب الحقيقه الوقت انتهى، كنت عايزه اعرف طب لما هرب وانا عرفت هو فين، عارفه بيروحوا بقى واخدين كل الاسلحه ورايحين على البيت اللي هو هربان فيه وجرجرها من شعرها ولا جايبه بالحزام ومنتفه. المشكله ان في اجداد، في جده مثلا او الجد بتدافع وده خطا، هي قالت كده ابو مريم حد غريب وجي عندي يا بنتي. احنا بصي ان شاء الله نكمل ده في حلقه ثانيه ونشوف فعلا لا قدر الله هو هرب، انا لما عرفت هو هربان فين اروح له ازاي، اعمل ايه، اتصرف ازاي، اعمل وقايه اصلا ده من ده ازاي، هنعرف ان شاء الله في حلقه اخرى مع حضرتك استاذه عزه الكيلاني اخصائي النفسي والتربيه. بشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا، شرفتينا ونورتينا. والحقيقه زي ما استاذه عزه قالت في الاول، احنا ليه نوصل لمرحله ان ابني او بنتي يهددني انه هيسيب لي البيت؟ لازم من البدايه نصاحبهم، نبقى اصحاب معاهم، نتكلم معاهم، يبقى في حوار. عارفه ان كلنا مشغولين وهموم الدنيا واعبائها وكل ده على اكتافنا كلنا، ولكن دول هنحاسب عليهم امام الله سبحانه وتعالى، ودول امانه في اعناقنا، فلازم يكونوا هم في اولوياتنا. عارفه ان كلنا بنسدد ونقارب وكلنا بنقصر، ولكن لازم يكونوا هم دول قدام عيوننا الاول، بعد كده كله يهون بعديهم. ربنا يبارك في اولادنا واولادكم ويحفظهم، والله سبحانه وتعالى يصنعهم على عينه يا رب العالمين. نطلع معاكم الفاصل ونرجع نشوف بقى الكوارع متقدمه ازاي.